كرار، انتم بالاصل 1500 شخص صح؟ تم تعيين 1000 من عندكم وظلوا 500. لا احنا 500 اللي تعينوا من عندنا، ال1000 ذولا مهندسين. زين، وال500 الباقيين؟ احنا 500 قدمنا ملف كمعتصمين كافه الاختصاصات، قدمنا ملف اكسل 500 اسم، ما ظهر من عنده ولا اسم واحد. زين. اي تفاجأتوا من رحتوا المطار المثنى على مود تشوفون اسماءكم والتعيينات انه اكو ناس ما تعرفوهم جو وحكوها مثل ما قال زميلك قبل شويه احمد، انه حكوها بالقلم العريض انه احنا جينا من خلال واسطات. كانوا يجونا واحنا بساعات الاعتصام، تجينا اشخاص طينا شدوا عينك وطيني شدوا نصوا عينك، موجوده حضر حدت هيك حالات عندنا. زين، انت الان بالناصريه ولا ببغداد؟ نروح انا ببغداد. انت ببغداد؟ ما اي لا ما ارجع الا اخذ حقي يعني. وتعرضت للضرب اول البارحه؟ انا معتصم ويا اخوتي، صار لي 15 يوم بعيد عن اهلي وزوجتي وعائلتي. اي شنو ذنبنا يعني؟ احنا اسمانا انسرقت وصارت لجنه تحقيق، وصارت لجنه الامن والدفاع شكلها التحقيق وعرفت منو اللي باقي الاسماء ومنو اللي منو باقي الاسماء؟ منو باقي الاسماء يعني هم ما يدرون بي، يعرفونه كل الزين. وقابلنا وقلنا له انت اللي بدلت الاسماء مالتنا. يعني انت ما تعرف بس اللجنه اللي تشكلت يعرفون منو باقي الاسماء وساكتين؟ نعرفه، يعرفون كل الزين، احنا قلنا لهم منو اللي باقي الاسماء، لا نعرف. اي نعرف. صارت تلاعبات ومديريه الافراد سابقا. زين. طيب هسه يجي ليشوفكم كرار انتم يعني بهالطريقه، وانضربتوا حتى ضربوا النسوان على قولتكم، ما احترموا الكبار، ضربوا النسوان والحد البارحه القنوات تصور، الحد البارحه القنوات تصور بينا ويمنعونهم ان يصورون الجيش. ليش؟ بس هو يقول لك لا تتقرب على الباب، يعني هي هاي مشكلته انه لا تتقرب على الباب، لا تسوي مشاكل، انا مو يمك، روح الظاهر. لا تتقرب، لا لا افتح لي، لا مو هاي مهمتهم، مو هاي مشكلتهم، اوقفك من الباب، افتح لي الشارع، خلي موظفين الخضراء يدخلون، لا 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 تتظاهر بالشارع. زين، انتم كنتم مسوين مثل الحركه احتجاجيه انه ما تخلون الناس يفوتون من هاي البوابه. لا ما عندنا شيء احنا وياهم، اي شخص ما عندنا شيء وياه. مجرد احنا كل طلباتنا لحد الان صار 15 يوم، مطلبنا الوحيد انه نقابل مكتب رئيس الوزراء حتى ينطينا حل. زين، ينطينا هو الحل. شلون يعطيكم حل؟ وزاره الدفاع شلون يعطيكم حل؟ يعينكم مكان ذول اللي تعينوا شو اسمه بالواسطه؟ لا 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 احنا ما ناخذ حق واحد بعد، هم تعينوا وما اعتقد راح يشيلونهم. لا شلون يعينكم؟ شلون يعيننا؟ احنا من وزاره الدفاع، وزاره الدفاع تقول انا ما عندي صلاحيه. ايه صلاحيه مكتب رئيس الوزراء حصرا. هو اذا تروح لرئيس الوزراء كرار يقول صلاحيه رئيس الوزراء حصرا. كرار تمام، الموضوع صار يم رئيس الوزراء، بس رئيس الوزراء يقول لك انا ما عندي فلوس، ميزانيه ما عندي، القاصه مالتي مال العراق موشله ما بيها ولا فلس. شلون عينك؟ انطيناه حلول. شنو هي الحلول اللي انطيناها؟ يا انطيناه امر ديواني صادر من رئاسة الوزراء ونازل بيه اسمانه. هذا اول حل. طبعا اعطيناه ثلاث حلول مو حل واحد، هذا اول حل. اعطينا امر ديواني صادر بيه اسمان احنا ال500، لحين تخصيص الدرجات وتوفير المالي، لحين اقرار الموازنه، لحين استعاده الوضع البلد الاقتصادي او ننسحب. هذا الحل الاول. الحل الثاني اعطينا امر ديواني واعطينا امر اداري من وزاره الدفاع واعطينا مباشره ونداوم لك بدون راتب ونتعهد ونبصم هذا الشيء لحد ما يستعيد البلد وضع الاقتصاد، اعطينا رواتبنا باثر رجعي. هذا ثاني حل. الحل الثالث اعطينا اوامرنا الاداريه، اعطينا مباشراتنا وصرف لنا هويات وخلي نداوم وراتب انت خليه من يمك على قد الميزانيه اللي تقدر تعطينا اياها، لو بس مجرد كراوينة تاخذنا وترجعنا ونستعد نخدم البلد منها لما يستعيد وضع الاقتصاد يلا ناخذ راتب. اعطيناه ثلاث حلول. زين. لحد الان ثلاث حلول ومصين مكتب رئيس الوزراء. زين. وانتظرين من عندهم يوافقون بواحد من الحلول. أي. ما يوافقون احنا باقيين وما نتراجع عن قضيتنا. وقضيتنا صارت قضيه راي عام، وانضربنا وانهنا وانداست على كرامتنا، ومع الاسف مع الاسف ما كنت تتوقع الجيش العراقي بهيك مستوى متدني، يعني يضرب بنات يضرب. يعني البارحه نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات شلون الضابط يجر النسوان وشلون الضابط يشيل واحد ويضربه بالقاع. شكرا لك كرار. مو يدخلون الموظفين الخضراء، ترى الموظفين الخضراء احنا اللي جبناهم واحنا اللي خليناهم. شكرا لك كرار. واحنا اللي صنعنا الخضراء مو هم اللي صنعوا الخضراء. ان شاء الله تحققون مطالبكم ولا ملك تبهات الفساد، حقوقكم
كاملة إن شاء الله، وإحنا واقفين وياكم. شكرا كرار، شكرا لك.